الثوم مليء بالفيتامينات والمعادن المفيدة، وتشير دراسة حديثة إلى أن تناول الثوم قد يعمل على استرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم. لذلك أحصل على فصوص الثوم وأضيفها إلى نظامك الغذائي اليومي لجني هذه الفوائد لجسمك. وبالرغم من أن كثيرين من خبراء التغذية أوصوا بضرورة تناول الثوم، إلا أن فريقا حديثا نادى بأهمية تناول فص الثوم قبل النوم. لذلك يعد الثوم قبل النوم سر خطير، كما أن الطب الحديث من جانبه ينصح بوضع فص الثوم تحت الوسادة قبل النوم، لأن مادة أليسين تتبخر، أي أنها تكافح ليلا الميكروبات والعدوى. وتبين أن هذا الإجراء الغريب يساعد على تحسين نوعية النوم وعمقه، وخصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الاستسلام للنوم والأرق. يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية: بالفعل لتناول الثوم قبل النوم بثلاثين دقيقة فوائد صحية عظيمة، حيث أنه يخفض مستوى الكوليسترول في الدم. وأشارت دراسات حديثة أن ثمرة واحدة من الثوم تقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم. من فوائد أكل الثوم قبل النوم أنه يخفض من ضغط الدم المرتفع، فهو يعمل على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية، لأنه يساعد على زيادة إفراز أكسيد النيتريك في الدم، مما يساعد في توسيع وارتخاء الأوعية الدموية. يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات، لأن تناول الثوم قبل النوم يعمل على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، مما يقي ويعالج أمراض القلب وتصلب الشرايين. محاربة الأمراض الفطرية المهدية التي تسببها البكتيريا المنتشرة في الجو واحدة من أهم فوائد أكل الثوم قبل النوم، وهذا لأن الثوم يحتوي على مادة الأليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا. قد يعالج أكل الثوم قبل النوم نزلات البرد، ولكن ليس هناك دراسات توضح هذا. من فوائد الثوم أنه يعتبر مضاد حيوي وينشط الدورة الدموية، كما أنه يزيد من نشاط الكبد وتقويته لطرد السموم من الدم.